نعم أستاذ أحمد، كما قلت لك قبل قليل، المشكلة الأساسية في حكومة السوداني إنها لم تعتقد أو تؤمن بأنه الإنذار الإيراني هو إنذار حقيقي، وتصورت إلى حد ما أنه هذا الإنذار موجه إلى أربيل بالدرجة الأولى، وهي شأن في العلاقات ما بين أربيل وطهران، وهي غير معنية في هذا الموضوع. لكنها فوجئت بأنه الإيرانيين جادين وأنهم سيقصفون فعلا، لأن الإيرانيين ينبغي عليهم أن يتوجهوا للداخل الإيراني وللشعب الإيراني لكي يقولوا نحن نضرب رأس الفتنة والمؤامرة والعمالة وإلى آخره من طروحات وشعارات. فالآن الكل أسقط في يده، الآن الكل يركض يمنة ويسرى. وأنا أصلي أيضا من بشكل غير مباشر أنه هناك طرف أمني في الجهاز العراقي يقول بأن العراق أو حكومة السودان تحديدا ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت تطلب من الأمريكان أن يتدخلوا في هذا الموضوع للضغط على حلفائهم الأكراد بالإسراع بإخراج المقرات. طبعا بالمناسبة موضوع نزع السلاح، ما يسمى بنزع السلاح عن الجماعات الكردية الإيرانية، هذه خرافة، ليس هناك سلاح ينزع، لكن المطلوب هو طرد كل هذه الحركات من كردستان. هناك كان مقترح بإسكانها في محافظات الغربية كما قيل، وفي الأنبار وفي مواقع أخرى، وقسم يقولون في الموصل وقسم يقولون في، يعني كثير من المقترحات، لكنه لم يجري تنفيذ أي شيء ولم تتحرك هناك أي حركة حقيقية، لأنه ما حد كان متصور أنه التهديد جاد. فالآن الكل ده تركض بالوقت الضايع، مثل ما حضرتك ده توحي في سؤالك، وسؤالك صحيح 100%، أصبح لدينا وقت ضائع وسؤال أساسي، هل فعلا إيران ذاهبة إلى تنفيذ تهديدها؟ باعتقادي أنا الشخصي نعم، ستنفذ تهديدها، ليس فقط لإقناع الداخل، ولكن لأن هناك ملفات أخرى إقليمية متمثلة في الضغط الأمريكي القائم على إيران حاليا من خلال محاولة قطع الحدود العراقية السورية. إيران تريد أن تضغط على الأمريكان بالمقابل في قضية كردستان، حتى تقول أنه أنا أيضا عندي ورقة، أنتم لديكم حلفاء أقوياء في كردستان، أنا أضغط عليهم حتى توقفوا أنتم الضغط على قضية الحدود ولا تمنعوا ميليشياتنا وجماعتنا من عبور الحدود. باعتقادي الشخصي طيب، إيران سوف تنفذ تهديدها بعد 9 أيام إذا لم يستطع العراقيين والإقليم في إقليم كردستان أن يقنعوها بخلاف ذلك، أو أن ينفذوا رغباتها بإخراج المقرات الكردية الإيرانية من كردستان العراقي.